أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع معكم الجزء الثاني من استديو التاسعة. نرحب بضيفنا عبر خدمة سكايب السياسي الفلسطيني بشار شلبي. أستاذ بشار، أهلا ومرحبا بك معنا. حياك الله، أهلا وسهلا. أستاذ بشار، انطلقت الجلسة أو الجولة الثانية لحوار الفصائل في القاهرة اليوم، ما أهمية هذه الجولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ علاء ولجمهورك الكريم، وتحياتنا دائما لشعبنا الفلسطيني الصامد الصابر. ربما تكون النقطة الأولى في الأهمية هو مجرد الانعقاد، لأنه عبر أكثر من 15 سنة أو 14 سنة وشعبنا في فلسطين في الضفة وغزة والخارج ينتظر أن تلتئم الأمور المتعلقة بمصالحة أو توافق فلسطيني ينبني عليه وقوف أمام العدو الصهيوني واستعادة اللحمة الفلسطينية من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة، ربما النقطة الأساسية هذه. لكن هناك لا شك أنه في نقاط أخرى يمكن الإشارة إليها في سياق هذا اللقاء، وما يمكن أن نقول أنه تحقق أو ينتظر أن يتحقق غدا في الجلسة الثانية من الجولة الثانية من هذه اللقاءات. طيب خليني أسألك هنا أستاذ بشار، هل تم الالتزام بمخرجات الجولة الأولى في القاهرة؟ الجولة الأولى تناولت التعامل مع المراسيم التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس. الجولة هذه الحقيقة انتقلت في تقديري أنها خطوة متواضعة جدا لحد الآن، لأنها تناولت موضوع أطلق عليه ميثاق الشرف الانتخابي، وفي الأساس أن القضية المتعلقة بالانتخابات تخضع لقانون وتخضع لمعايير مثبتة وواضحة ونهائية. الحديث عن ميثاق شرف هو أقرب إلى الإشارة إلى أزمة الثقة وإلى الفجوة التي يخشى أن تؤثر على الانتخابات فيما لو تمت الانتخابات. ولذلك يعني قد يكون هذا الموضوع ويوم كامل من الحوارات ينتهي بميثاق شرف قد لا يعني يكون هذاك الإنجاز الكبير، باستثناء الحقيقة نقطتين يمكن الإشارة إليهما. النقطة الأولى متعلقة وفي تقديري أنها النقطة الأهم التي كان يجب أن يتم تناولها في المجلس التشريعي السابق وأن تؤصل. هذه النقطة تدعو المجلس التشريعي بعد انتخابه إلى إيجاد الآليات التي تضمن عدم التدخل الصهيوني في العملية السياسية الفلسطينية من خلال اعتقاله للنواب كما فعل في المجلس السابق، بمعنى أنه يدعو هذا الميثاق يدعو المجلس التشريعي لوضع آليات تمكن الكتلة المعنية في المجلس التشريعي الفلسطيني من أن تأتي بالشخص التالي في حال اعتقال الشخص الأول ويبقى عضوا كامل العضوية لحين خروج ذاك الشخص من المعتقل، بمعنى شكل من أشكال التأمين الوطني للموضوع السياسي. أما النقطة الثانية في تقديري في موضوع ميثاق الشرف متعلقة بالتعامل مع الواقع القضائي والأمني في قطاع غزة بنوع من أنواع الاعتراف، لأنه 100% أستاذ بشار، هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه في البند الثاني من الميثاق، احترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقراراتها، هذا ينطبق على الشرطة في غزة اليوم؟ هو ينطبق لأنه في بند آخر لاحق يتحدث عن المرجعية القضائية ومرجعية الداخلية بدون تفريغها. قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في الضفة ورئيس مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة. وإذا كانت المرجعية بهذا النص فهو شكل من أشكال يعني التعامل مع الواقع القضائي والأمني في قطاع غزة باعتراف أو باحترام في ظل العملية الانتخابية. قد يكون هذا شكل من أشكال الإيجابية في الميثاق اللي اليوم، بالإضافة إلى التفصيلات، وهذه التفصيلات لا أحد يعترض عليها لأنها بمجملها تتحدث عن النزاهة والشفافية واحترام الجانب القانوني والحقوقي وإلى آخره من النقاط
اللي يعني مذكورة في الميثاق. طيب حتى النقطة التاسعة من الميثاق، الالتزام بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين وغير ذلك من أشكال الابتزاز الوظيفي ضد أي من المرشحين المرشحات. طيب حتى في هذه النقطة، لو تم الالتزام فلسطينيا من قبل المشاركين في هذه العملية بهذا المضمون، ماذا عن الاحتلال؟ لا، هذا ميثاق الشرف بين الفصائل، وليس يعني لا يلزم الاحتلال، ولا أتوقع أنه أحد سيطالب أنه يكون الاحتلال جزء من ميثاق شرف بين مكونات القضية لا أقصد أستاذ بشار كتأثير على العملية الانتخابية، أنه الذي يتابع الآن كأنه العملية الانتخابية تتم مثلا ستتم في سويسرا. طيب ما أنت تحت احتلال، كيف ستمرر كل هذه البنود والاحتلال يمكن أن ينسف لك كل شيء؟ أستاذ علاء، أنت يعني في هذه المقاربة تنقلنا إلى ما قبل الجولة هذه من الحوار الفلسطيني في القاهرة، تنقلنا إلى موضوع التوافق على موضوع الانتخابات باعتبارها المدخل الحصري للمصالحة الفلسطينية أو ما إلى ذلك، وأنت تعلم أن هذا موضوع شائك وموضوع يعني تعرض إلى العديد من النقد أو الجوانب النقدية من قبل مختلف المكونات الفلسطينية، حتى من داخل بعض الأطراف الفلسطينية المحسوبة أو المنتمية إلى حركة حماس تحديدا، وربما أيضا إلى حركة الجهاد الإسلامي وحتى الجبهة الشعبية. يعني بمعنى آخر أنه موضوع الانتخابات نفسه أن يكون هو المدخل لموضوع المصالحة بعيدا عن تناول الجوهر المتعلق بدور الاحتلال الصهيوني وأطراف أخرى أيضا في العبث في البيئة التي يفترض أنها ستنتج انتخابات، هذا أمر حقيقي وصحيح ولا يجب أن يتجاوزه أي عاقل، ويجب على الأطراف الفلسطينية تتعامل معه. لكن إذا تجاوزنا هذا الجزء وقلنا أن الأطراف الفلسطينية اتفقت أن تذهب إلى الانتخابات، فهناك العديد من الوسائل ومن الآليات والتي هي يجب أن تكون متضمنة في ميثاق الشرف ولو عرفيا. هذه الجوانب تؤكد واقعيا على عدم السماح للعدو الصهيوني بأن يتدخل في العملية السياسية، لا من حيث تحكمه في إجراء الانتخابات في القدس بالذات، ولا في تحكمه في النصاب الانتخابي أو النصاب البرلماني أو حتى ما يتعلق باعتقال الأفراد. هذا الجزء جزء جانب منه تم التعامل معه في ميثاق الشرف، جانب آخر لم يتم التعامل معه. لا أحد يستطيع أن يتنبأ أنه الاحتلال الإسرائيلي سيسمح نتيجة ضغوط دولية أو غيره كما سمح في 2006، لا أحد يستطيع أن يجزم بهذا الأمر. وما دام الوطن الفلسطيني تحت الاحتلال، وما دام الحكومة الصهيونية تحتل فلسطين، وهذه القوى الغاشمة الظالمة تتحكم في مختلف مجريات الحالة الفلسطينية، فلا شك أنه الأولوية باستمرار هي للمقاومة، الأولوية باستمرار هي للتصدي لهذا العدو الصهيوني بأشكاله المختلفة. لكن أنت بتعرف أنه والجمهور الكريم يعلم أنه تعقد الحالة الفلسطينية والذهاب إلى أوسلو وشكل من أشكال التناقضات في الداخل المكون الفلسطيني نشأ عنه الحاجة إلى إثبات حالة شرعية انتخابية للمقاومة. هذه نجحت فيها حركة حماس، انتزعت الشرعية الانتخابية بعد أن انتزعت هي وقوى المقاومة الأخرى شرعية المقاومة وشرعية البندقية والشرعية الوطنية، إلا أنه لم يعترف بتلك الشرعية كما نعلم جميعا. اليوم إحنا رجعنا إلى المربع الأول اللي يفترض أنها تنطلق منه هاي المكونات الفلسطينية، والشعب الفلسطيني ينتظر. نسأل الله أن لا يحبط، نسأل الله أن لا يواجه بصفعة لا قدر الله جديدة في سياق المشهد المقبل فيما يتعلق سواء بالانتخابات بمراحلها الثلاث أو بغير ذلك من الإجراءات في الساحة الفلسطينية. طيب دعني أتابع معك جزء مما قاله أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في هذا الإطار، تفضلوا مشاهدينا. بنتعرض لضغط من كثير من الأعداء، وللأسف بعض الأشقاء لوقف هذا المسار. هذا المسار نحن في فتح نراه خيارا استراتيجيا وطنيا، لن نسمح بإفتاء. طيب سيد جبريل الرجوب هنا يتحدث عن ضغوط حتى من بعض الأشقاء لوقف المسار الانتخابي، أستاذ بشار ما رأيك بهذا الكلام؟
يعني قبل هذا الجانب وسأشير إليه، لكن أريد أن أقول بأنه عملية حرف النضال الوطني الفلسطيني لتتحول عملية إجراء الانتخابات إلى أنها خيار استراتيجي، هذا نوع من أنواع الحول السياسي ونوع من أنواع الانحراف في البوصلة الوطنية الاستراتيجية التي يفترض أن يتفق عليها الشعب، تتفق عليها المكونات الفصائلية الفلسطينية والتي يتبناها الشعب بعمومه داخل وخارج فلسطين، هي استراتيجية المقاومة لهذا العدو المحتل حتى الوصول إلى التحرير الوطني. هذه النقطة الأولى اللي لابد من الإشارة لها. أما النقطة الثانية فلابد أن نقرأ الرسالة من كلام رجوب والتي تتضمن إمكانية التأجيل أو الإعاقة. أنا لا أريد أن أعلق للضغوط، يجب أن نتوقعها، وكما قلت أنا بالأول لابد أن نتوقعها. يمكن السيد رجوب يريد أن يقول أنه هناك أطراف عربية، نعم هناك أطراف عربية، مصر والأردن لا تريدان أن تتم الانتخابات ما لم تكن فتح مستعدة لها استعدادا كاملا، لأن هذه الدول تنظر إلى فتح باعتبارها جزء من النظام العربي الرسمي وتتعامل مع حماس بأنها جزء من النظام من الإسلام السياسي اللي مرفوض التعامل معه. لابد أن ندرك هذه الحقيقة ونتعامل معها تعاملا واعيا مدركا. وبالتالي ما يقوله جبريل رجوب أؤكد على أنه إشارة إلى احتمالية التأجيل من جهة، وتأكيد لما نعلمه جميعا فيما يتعلق بالموقف ما بين فتح والمقاومة من الجهة الأخرى. لكن بكلمات مع توقيع ميثاق الشرف اليوم في القاهرة تبدو الأمور حسمت لجهة عدم التأجيل. لا يوجد علاقة أخي علاء، ميثاق الشرف يتحدث عنه إذا تمت الانتخابات سيتم الالتزام بكذا وكذا وكذا من جميع الأطراف، لكن إذا يعني توحدت المطالب من العدو ومن الصديق كما وصف سيد رجوب، كيف ستكون النتيجة؟ ستكون بالتأجيل بالضرورة. طيب، مع أنه المفهوم من النص الذي أمامي أنه العملية الانتخابية قائمة وهناك تعهد بالالتزام بها، وللحديث تتم معك على كل حال، شكرا جزيلا لوجودك معنا عضو المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج بشار شلبي، أهلا ومرحبا بك دائما، منورنا ومشرفنا في استديو التاسعة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله.